طبعا شركة المنطقة العربي هي شركة من الشركات اللي بتمثل في سوق الأوراق المالية، وهي متنوعة محطات الاستثمار فيها متنوعة، فغرض الشركة ما هوش محدد الغرض، بالعكس هو واسع الغرض أو متنوع الغرض زي ما بتقول في العمليات الاستثمارية. الشركة طبعا عمرها أكثر من 27 سنة في السوق المصري، وأنا بتشرف بإدارتها بقالي مدة صغيرة حوالي 7 8 سنين. والحقيقة عندنا المحفظة بتاعتنا متنوعة وقايمة على خطوط دفاعية جدا للاستثمار بحكم طبيعة المستثمرين أو المستثمر الرئيسي اللي موجود في الشركة حتى من قبل طرحها، فهو بيحبوا يتعاملوا على سياسة تحفظية ودفاعية للاستثمارات. الشركة طبعا تنويع الاستثمارات القطاعات الاقتصادية الدفاعية فيها فرص نمو، وبتحقق سستينابيلتي أو تنمية مستدامة في البيزنس اللي هي بتدخل فيها. ده من الملامح. القطاعات اللي عندنا قطاعات الخدمات المالية غير مصرفية، احنا عندنا شركة ايكيليس من أكبر شركات الليسنج في السوق المصري، وهي شركة مقيدة أخرى احنا الملك الرئيسي بتاعها اللي هي توفيق للتأجير التمويلي، واتشرفت ان احنا طرحناها عندكم في سنه في 28/12/2017، كان من اجمل الطروحات اللي الحقيقه شهدتها. في طبعا عندنا استثمارات في القطاع الصناعي، احنا عندنا برضه شركتين في القطاع الصناعي، شركه منهم مقيده وشركة ثانية غير مقيدة. الشركة المقيدة هي الشركة العربية الهندسية لإنتاج المكثفات، عندنا فيها ماجوريتي 51%، ودي شركة برضو مقيدة في سوق الأوراق المالية. وعندنا شركة أخرى اللي هي شركة بيرفكت للغزول، اللي هي بتنتج أو بتعيد بتشتغل على منتج إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن التصدير للملابس وإعادة تصنيعها في شكل فوم ثم خيوط لإعادة الاستخدام تاني للغسل. ودي شركة حديثة الأكوزيشن، احنا عندنا برضو ماجوريتي فيها، واحدة حديثة الأكوزيشن خصوصنا من كذا من سنتين أو من سنة ونص وقريبا يعني، وهي شركة من الشركات الريستراكشر واللي كان ستريس، واحنا داخلين نعمل فيها سبورت عشان تقدر تقدم مستفادها مستقبلا. في قطاعات تانية طبعا عندنا القطاع التجاري والخدمي والقطاع العقاري وقطاع الداجني. فعندنا في القطاع طبعا التجاري والخدمي عندنا شركة اف ام سي جي، اللي هي شركة بتتعامل على المنتجات توزيع المنتجات الغذائية. وعندنا في القطاع العقاري عندنا ارض مستغلة لينا في القرية التركية بمبنى كبير مأجرينه لاحد المالتي ناشونالز، وده كان سياسة العقار عندنا في المنطقة العربي انها تعمل هيدجينج او تحوط للمحفظة من تقلبات السوق في الصناعات الاخرى او في الاستثمارات الاخرى اللي عندنا او اللي بنقوم فيها. طبعا القطاعات دي جوه الفاينانشال بتاعتنا متقسمة لشركات تابعة وشركات شقيقة وشركات متاحة للبيع زينا زي أي شركة استثمار موجودة. وإحنا قوائمنا المالية في 31/3/2020 كانت حجم الأصول المدارة بمعرفتنا في المحفظة بتاعتنا 4.23 مليار جنيه. دي طبعا الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت. طبعا بخصوص كوفيد 19 زي ما حضرتك عارف كل الساده الزملاء والعاملين في القطاع والغير عاملين فيه انها جائحه لم يشهد لها عن قريب او عن بعيد اثار قبل كده، ومفتاح العالم كله مؤثره على انتاجياته بشكل عام، احنا من ضمن المتاثرين دول. لكن الخبر السعيد في الموضوع ان احنا ما حصلناش وقف لتشغيل اي نشاط من انشطه الشركه خلال الفتره السابقه واللي كان فيها كمان اجراءات احترازيه من الدوله اللي احنا لازم كلنا
نتابعها، لكن ما اثرش ده على ان توقف نشاط، يعني ما وقفناش نشاط عن العمل، فضلت الدنيا شغاله، ما عندناش نشاط. وقف طبعا انت عارف اكثر المتاخرين في هذا السوق القطاع السياحي والفندقي، اللي هي حاجات مش عندنا، ما عندناش يعني اوتيل قفل مثلا، او لا شركاتنا فضلت شغاله ما وقفتش عن التعامل. كان في اجراءات احترازيه وحاجات جزئيه، يعني ممكن العاملين تلك العماله تبقى موجوده، يعملوا زي بريوديكال شيفتنج او فلكسبل اور او ساعات مرنه للعمل، بحيث ان يتطلب العمل من البيت يقدر يعملوه من البيت. واحنا مهيئين في شركاتنا تكنولوجيا في معظم الشركات لكده، ان احنا نقدر نباشر. وطبعا حضرتك زي ما انت عارف ان في جزء من الحاجات المهمه جدا في شركه استثمار هي متابعه الاستثمارات القائمه، لان احنا طبعا بنبقى هاند اون، احنا مش مجرد مستثمر مالي بندي الناس الفلوس ونروح، احنا بنعمل بروجرام بتاع حوكمه محترم جدا مع الشركات، بحيث انها تبقى فعلا حتى اخر المستهدفات للشركات اللي احنا مستحوذ عليها زي بيرفكت وجمله، بتاخد قطاع عائلي، شركه فرديه، شركه صغيره حتى لو كانت مساهمه، بتتعامل فيها بشكل يعني مبدئي جدا، بتروح تاخدها توديها للانستتيوشنال بلاتفورم، ده بيكلفك جهد كبير جدا جدا مع ادارات التنفيذيه للشركه، انك بتحط بقى فيها لجان ومجالس، وتقدر تروح تعمل الحوكمه بحيث ان تخلي عندك سكند لاين وسكسسفل موجودين جوه الشركه في اداره الشركه. فده بطبعنا بيخلينا دايما تاتشنج بيس مع شركاتنا اللي احنا متهمين فيها، مش مجرد انك انت حاطط استثمار معاهم وشكرا، لا احنا فيري كلوز للحدث. كانت طبعا الصناعات الصناعيه والتجاريه وقطاع الدواجن دي لم تتاثر تماما، باعتبار ان ده من الحاجات الاستراتيجيه، منتجاتها من الحاجات الاستراتيجيه، شبه القطاعات الاستراتيجيه. يعني مثلا اللي كانت مفاجاه عندنا ان الدواجن عملت طفره في المبيعات وفي الارباح، ودي كانت حاجه بالنسبه لنا غريبه جدا جدا في الست اشهر الاولانيين، ما بقيناش احنا مستوعبين ده سببه ايه، غير ان كان في بعض الهول سيل تريدرز او تجار الجمله ناتج الازمه ممكن يكونوا خرجوا من السوق، فبالتالي اختل الطلب وبالتالي زاد واختل العرض، فاحنا بقينا بنلبي جزء من العرض ده. فزي ما حضرتك عارف ان صناعه الدواجن دي زي البورصه كده، ليها بورصه الدواجن، ارتفعت الاسعار وناتج ارتفاع هذه الاسعار، ده ادى ان احنا نقدر نعمل مبيعات مختلفه عن اللي كنا عاملينهم في الست شهور الاولانيين من عام 2019. فده كان بالنسبه لشركات الدواجن. لكن بالنسبه للشركات الصناعيه، الشركه سواء اللي بتنتج مكافحه الثلاجه او اللي بتنتج اعاده تدوير مخلفات الغزول، هي في الاخر المنتج بتاعها بيروح لمصنع عشان ينتج، سواء كانت الثلاجه ده المكثف، الثلاجات ما بطلتش ما وقفتش، خصوصا الشركات دي بتتعامل مع لوكال بارتنرز، يعني بتنتج حتى مصانع لما وقفت بتبقى احترازيه بسيطه، لكن احنا في عمليه انتاج مكثف الثلاجه نفس حجم الانتاج اللي احنا. طبعا كان في تحدي بسيط في بعض الشركات انك انت ازاي توصل للمنتج الرو ماتيريال بتاعتك، ممكن انخفاض شويه او صعوبه في الوصول للرو ماتيريال بتاعتك، بس دي يعني بارتشلي ما كانتش مشكله توقف الانتاج، باعتبار ان كل شركه بيبقى عندها المخزون الاستراتيجي اللي كان فيها شهرين ثلاثه لحين ما الامور تنفتح. وفعلا مع الفتح اللي تم في 1/7 اصبحت المشكله دي مش هتبقى تحدي على من اهم الحاجات اللي موجوده في محفظتنا شركه التوفير التجاري التمويلي، وطبعا ده تمويل غير مصرفي قايم على تمويل مقابل اصول، وفي توجهات جت من الدوله في القطاع البنكي والتمويل غير مصرفي في دعم كافه اطراف متلقي التمويل في مصر حتى لغايه
مستوى المايكرو فاينانس. ده حصل وده اجراء سديد جدا طبعا. ده خلانا نعمل نوع من الريستراكشر للبيمنت بتاع شركه العملاء بتوعنا. مجموعه كبيره منهم فوق ال 30% رفضوا الريسكادولينج وحبوا يبقوا ملتزمين في مواعيدهم، واكثر من 30% من 30 ل 40% ومن 60 ل 70% انتثروا لهذا التأمين مع تحفظاتهم على ان تحفظاتنا عليهم على مواعيد الدفع اللي تنتهي بعد المهله من شهر 9 هم يقدروا. طبعا دي بتخلينا بنذاكر، ودي اكثر شركه كانت احنا تاتشنج بيس عليها من دي تمويلات. طبعا ممكن يكون المستهدفات كل الشركات عملت ريفيستنج للبادجت بتاعتهم سنه 2020. بنتخيل ان طبعا مش هتقدر تحط البادجت الاصليه اللي كانت مقدمه بنهايه 2019 محل التحقيق بنسبه 100%، لكن عندنا ساتسفاكشن او اريحيه ان الشركات بدات تستكمل دورها في اطار محدد كده. دي برضو قابلت شويه تحديات، لان طبعا بيبقى عندك ماتيوريتي للمنتجات دي، المنتجات دي مش بتقدر اللي فوجئنا بيه طبعا ناتج الاجراءات الاحترازيه الجزئيه اللي بتاخدها الدوله، ان كان في بعض السلاسل بتعمل نسبه ارتداد اعلى لحد القطاع عن المعتاد. لكن احنا بنشتغل بي تو بي في اللحظه دي. زملائنا في الشركه دي قرروا كمان ان هم يشتغلوا بي تو سي، وكان في وسط شهر رمضان فقدروا يروحوا يبيعوا جزئيا تيجي البضاعه عشان ما يروحش الماتيريال بتاعتها. very well done IT setup عشان يبقى عندك اي كوميرس باك اند للناس تعمل طلبات على طول. يمكن الشركه دي انا من الحاجات اللي بسطتني جدا ان قدرت اتوفق ان اجيب لها عقد مع شركه سوق دوت كوم انها تقدر تحط منتجاتها وتبيعها على بلاتفورم موجود، وهي تقدر تطور من البلاتفورم بتاعها قدام. بالاضافه ان كان في ميجر تشينج هنا، ان احنا نفكر استراتيجيكلي في الشركه اللي لازم يبقى عندها سلع استراتيجيه تبيعها، لان السلع الهاي اند مش هتبقى هي التارجت في الفتره اللي جايه. طبعا في محفظه هيبقى في تاثر 100%، بس احنا عشان نقدر نحسب حجم هذا التاثر لازمنا الربع الاخير من هذا العام على اساس ان يبقى التشغيل تم من 1/7 بشكل تقريبا هيبقى كامل اهو لكل عناصر الانتاج والدول. وكمان تعايشنا مع هذا الوباء وظروف البيع والشراء والتطور والانتاج والمبيعات تكون وضحتنا في الكورتر الثالث اللي احنا فيه من السنه، فنقدر في الكورتر الرابع نحسب بالضبط حجم الاثار التي قد تنتج على هذا في محفظه الاستثمار بتاعتنا. وبنسبة النظر ان هو بقى مجال استثمار فيه لاي محفظه النهارده، اعتقد ان هو هيبقى حجمي، ان هو ده هيبقى البوتنشال بتاع الجروث. برضو خليني اقول لحضرتك ان احنا نحمد ربنا ونشكر فضله جدا جدا، لان برضو بعتقد ان تاثير مقبول، ما اقدرش اقول محدود او كبير او صغير، على حجم مستهدفاتنا المستقبليه العامله كلها بالذات في القطاع الخاص لدى الفلسطين. لكن برضو ماي مسج يعني تو اور كوليجز ولينا نفسينا، بنقول لنفسينا كمان لازم نتحوط بهذا، يبقى عندنا قدرة على الاستمرارية بحيث عندنا ملاءة مالية تسمح بها. الحاجة الثانية حضرتك قصدت بيت الأصيل بسؤالك، احنا لو لقينا النهاردة قطاعات، طبعا التكنولوجي ليها علاقة هتبقى مهمة جدا بواتس وإيفر قطاعات تتكلم فيها، لكن انا بتكلم اللوجيستكس بقت على الحاجات اللي احنا نشوفها مهمة جدا جدا. الاي كوميرس، شركات التوزيع والنقل، حركة المدعمة بالاي تي بالاي كوميرس الاخر، انا شايفها من الحاجات اللي هي تعتبر بريق وتعتبر ليها جودة عالية جدا 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 في الاستثمار الفترة اللي جاية سواء مقيد منها او لا. بعتقد ده اهم قطاعات، يليه القطاعات اللي بتشترك
في القطاع الصحي بأكمله، خصوصا اللي ممكن يكون بيها علاقة بالتطور التكنولوجي في هذه المهنة، زي البولي كلينكس، وزي أنا بتكلم هنا على حجمنا، على حجمنا كشركة متوسطة الحجم، زي البولي كلينكس، زي شركات التحاليل الأشعة، وتقدم كمان خدمات طبية وتعتمد فيها على البعد التكنولوجي. دي حاجة هتبقى من الحاجات اللي أنا شايفها فرص ممتازة جدا مستقبلا. تحديات طبعا موجودة، البطالة ممكن تكون بتزيد، التضخم ممكن يحصل، الكلام ده كله يتهزم. بس كانت قبل الكورونا هي ليست المستهدفات التي يجب نضعها جميعا لأنفسنا كناس مستثمرين. بعد الكورونا لازم يبقى عندنا تواضع جدا في العائد على الاستثمار حتى تنتهي هذه الجائحة، بوجود مصر يقدر ينتج لمدة أنا مش عارفها قد إيه عشان تكفي العالم، فيقدر الحياة ترجع لطبيعتها. فيبقى عندنا السستينابيلتي مهمة، وكمان شدة العائد مهمة في القطاعات اللي أنا ذكرتها لحضرتك. طبعا عايز اقول لك ان الادراج في سوق الاوراق الماليه، انا من رواد الاوراق من صناعة الاصل، يعني قبل ما اشتغل في الليد انفستمنت او الاستثمار المباشر او البرايفت اكويتي، انا اصلا من السوق المالي المصري. فانا يعني شهادتي مجروحه جدا ان انا بحب جدا جدا طرح الشركات في السوق، وبالعكس كمان بنتهن هذه الشغلانه باحتراف شديد جدا الحمد لله رب العالمين في سجلي السابق في العمل. بقول لحضرتك اكثر طبعا التنوع الاستثماري اللي بقدر احققه بوجود مستثمرين كتير معايا، بشف من وقت تحكم مستثمر استراتيجي في شركه واحده، لان هو بيبقى عامل حسابه انها متحوكمه، فبالتالي تدخله او الانترفنشن بتاعه او الفصل ما بين الملكيه والاداره يبقى واضح جدا جدا لينا كمان كسي اوز، يعمل لنا اريحيه محترمه جدا في الشغل وفي انتقاء المحفظه وقدرتنا على استحواذ على شركات والتخرج منها التوجيهات، نشوفها انها تكون في صالح كافه المستثمرين. الحاجه الثانيه اللي انا يعني طبعا دور الشركات المقيده، انت يعني زي ما تقول بقى ايه نكشتني هنا، يعني دور الشركات المقيده هنا كان هيبقى اعمق بكده كتير لو انت بتقدر تعمل توليفه من مستثمرين مختلفين في اقطار مختلفه بنسب مختلفه في الشركات. ودي حاجه الحقيقه بيعملها باحتراف الانفستمنت، ما كنتش شايفها في الفتره الاخيره قبل موضوع كورونا. اتمنى ان كل حد يذاكر الشركات المقيده، يذاكر قائمه المساهمين، يشوف هو حابب يبقى معاه مساهمين البروفايل بتاعهم شكله ايه، ويطلب من بنك الاستثمار بعد التواصل مع مساهمينه لما عنده يكون عنده طرح ثاني او اعاده طرح ثاني او حاجه هتطرح في السوق الثانوي كبرايفت بليسمنت مثلا ينتقل، لان دي الناس اللي انت هتفهم معاك ان انت لو معاك ماينورتيز بس انت دايما شايل همهم وشايل مشاكلهم وشايل ازاي تتوزع لهم. الحاجات الرائعه اللي احنا شفناها للشركات المقيده ويخليها تختلف عن الشركات الغير مقيده، ان انا النهارده اقدر اقول للمساهم والمساهمين جميعا في الجمعيه العموميه يا اهل الخير احنا عاملين ارباح بدل ما حضراتكم. يمكن احنا بس سنه 2019 وزعنا ارباح، لان احنا بنشتغل بسياسه سنه وسنه، سنه نوزع مجاني سنه نوزع. يمكن ده هيختلف الفتره الجايه، وهنحتاج نطرح على مجلسنا الموقر وجمعياتنا ان احنا يبقى توزيعاتنا ان احنا شركه عايزه تجرو عايزه تجري، توزيعاتنا تكون اكثر من كده. ده ما بيحرمش المساهم ان هو لما ياخد الاسهم دي وتتنقل بقيمته الاسميه، لان هو ده التوزيع بيقوم كده، يقدر لو لقى في فرص ان هو يتخارج منها يبقى بيكسب كمان مرتين من ناتج التوزيع اللي حوله لشكل نقدي مع ان انا مديهوله عقد. اثنين لو في اي
طفرات سعريه حصلت في السوق، فيقدر يستفاد كمان من السوق على السهم اللي انا بقوله في لكنه اخذ توزيع بلس. دي حاجه من الحاجات الرائعه اللي موجوده للشركات المقيده في ظل وجود شركات ادارتها التنفيذيه عايزه تجرو دايما، بتحاول تقنع جمعيتها ومساهمينها ومجلسها الموقر بانها محتاجه الفلوس عشان تعيد تشغيلها فتنمي وتكبر حجمها. محطة البطاقة العربي كانت من فترة مش بعيدة، من أقل من سنتين ثلاثة، كانت 2 مليار الأصول تحت الإدارة. أنا ما اتطورش يعني سعادتي إن أنا يكون عندي 4 وشوية مليار، 4.3 من عشرة تقريبا مليار جنيه حجم المحفظة تحت الإدارة. نتمنى تبقى 10 وأكثر من كده. الحكاية دي بتيجي بإن يبقى عندك فلوس، إنك نسبة عندك وبتبتدي تشوف ليفرج المناسبة إيه، خصوصا أنت لو حاجه من انا بعتبرها عيب يعني، بس في ناس كتير بتعتبرها ميزه، ان شركه المنتقى العربي الليفرج بتاعتها زيرو. شركاتها ممكن تاخد ليفرج، بس احنا عشان ما فيش حاجه بتسمح دلوقتي انك تمول كلمه مركزي بان، ممكن تمول اكوزيشن اوريدي، نقدر نعمل ده عن طريق ليسنج او عن طريق ادوات ماليه غير مصرفيه اخرى، لان احنا عندنا لافرج في المستقبل في الشغل. وده بعد أزمة زي دي أعتقد إن هو لو كان في الأول أوبشن هيبقى ضرورة في المرحلة الجاية. يعني خطتنا بعد ما نشوف بس مستقبل آثار هذا الموضوع علينا شكله، يعني عشان نعرف ننمو رغم وجود أثر.